في علم النفس في حاجة اسمها حب الاستقرار على حساب المتعة. جابوا عينة عشوائية وقالوا لهم اختاروا ما بين مرتب ثابت من بكرة بنسبة 5000 جنيه ولا دخل يتجاوز 200,000 جنيه في الشهر عن طريق مشروع يكسب يخسر. 70% اختاروا 5000 جنيه والباقي اختار المجازفة، لأنه لو نجح هيبقى في مكان تاني خالص، مكان غير اللي هو فيه، في مكان أعلى. الموضوع محتاج لذكاء ومجهود وإيمان والقدرة على تحمل الضغوط والحياة وهي على كف عفريت، والحاجات دي ما كانتش متوفرة في نسبة 70%. علماء النفس قالوا إن البشر متفاوتين، لكن الكل جواه البذرة اللي تأهله إنه يبقى ناجح، لكن منهم اللي اختار إنه يمشي جنب الحيط، ومنهم اللي اختار إنه يكبر البذرة ويرعاها وتطرح خير. علشان كده نسبة العمالة أكبر بكتير من نسبة المشاريع، لأن نسبة 30% بس هم اللي اختاروا إنه يبقوا حاجة. اعقلها وتوكل، اوعى في يوم تيأس أو تحبط مهما وقعت، قوم ونفض من على نفسك التراب وكمل.